ضمن لما كنا صغار كنا نتفرج على سبيستون ونتفرج على انميات مثل شعلة ريكا وكونان وناروتو. طبعا ما كنا نعرف انه اسمه انمي، لكن لما كبرنا اكتشفنا الجانب المظلم الاسود من كل هذه الانميات، واكتشفنا انه انمي مش عربي. فاليوم رح نحكي عن بعض الانميات اليابانية وبعض اللقطات اللي حرفتها سبيستون. وتنويه بس، هذا الفيديو مش انه اقول عن سبيستون انها سيئة او مثلا رح يكون اسلوبي ناقد، لا 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 لا، رح يكون الفيديو بس للتسلية. فتابعوا الفيديو الآخر لأنه راح تصدموا كثير من الأشياء واللقطات وكيف هي بالنسخة الأصلية وكيف خلتها سبيستون. ويلا من دون ما أطول عليكم خلونا نبلش. أول لقطة رح نحكي عنها واللي هي في إنمي ريمي. بدري بصراحة بأي حلقة شفنا إنه ريمي وماتيا، لا تستغربوا ليش أقول ماتيا لأنه هو اسمه بالياباني ماتيا، لكن في سبيستون يمكن كان اسمه ماثيو أو شيء زي كذا. المهم إنه كانوا ريمي وماتيا جالسين على ضفة بحيرة، وكانت ريمي جالسة تتكلم عنه هذه البحيرة هي بحيرة الأمنيات وتقدر تحقق لك أمنياتك. هو كان يقول لها إنه لا هذه خرافات ومدري إيش، لكن مش هنا المشكلة. المشكلة إنه في بلجة سبيستون ريمي كانت بس تتكلم عن القوة والإرادة والعزيمة وأنه علينا الموت لتحقيق النجاح، وعاشت جو أختكم يعني، ولا جابت سيرة البحيرة بإشي حرفيا يعني. لا تيأس، فما زال هناك متسع من الوقت، إياك أن تفرط في ذلك الحلم الذي عقدت العزم على تحقيقه. سيتحقق الحلم إذا امتلكت العزيمة والإصرار. إياك أن يتحول حلمك إلى سراب يا ماتيو، اركض نحوه، فذلك الحلم يتحول إلى حقيقة. لا، والأحلى من كذا إنه في حلقة ثانية بالنسخة سبيستون كان ماتيا جالس يقول لريمي إنه هو بده يصير عزف كمان محترف، وبعدها فجأة قالت لها ريمي إنه أتعدني، هو قال لها إنه نعم أعدك، بس إحنا هون حرفيا ما فهمنا إشي إنه هو يعدها بإيش بالضبط، إنه حيتعلم الكمان يعني. كذا فجأة أيام سبيستون تطلع عليك شيء أقسم بالله ما تفهم إشي، يعني أنت المفروض تكون شايف كل الحلقة والمفروض تفهم، بس فجأة يصير كذا حوار أو شيء يعني جد ما تفهم إشي. لكن بالنسخة اليابانية كان جالس يقول لها إنه هو رح يعمل حتى يصير الرجل المناسب لها، إنه رح يجي بعدها حتى يأخذها ويتزوجها يعني. هو وهي قالت له إنه نعم سأنتظرك، يعني أقسم بالله لما الواحد يشوف الفرق يقشعر بدنه. ثاني انمي معانا واللي هو انمي انا واختي، اللي بصراحة ما اعرف وش اسمه بالياباني، لكن هذا الانمي اكيد كلنا كنا نحبه ونتابعه على سبيستون، وممكن لحد الان في بعضنا يتابعوه. بس حرفيا سبيستون مغيرة بهذا الانمي، مغيرة قصته ومغيرته كله تغيير جذري. يعني القصة الاصلية تحكي عن شيء وقصة سبيستون تحكي عن شيء ثاني، يعني عاملة انمي ثاني لحالها. انه اولا كلنا مثل ما ندري انه القصة في سبيستون كانت تتكلم عن بنت لقت طفلة صغيرة جت من الفضاء، وتبدأ هذه البنت اللي اسمها فرح تعتني بالطفلة الصغيرة اللي اسمها ميمي، وتبدأ انه على اساس طول الانمي تصير معهم مغامرات مع هذه الطفلة، وهذه البنت فرح تكون تحاول تدور على طريقة لحتى ترجعها لعالمها مدري لأهلها. وفي الحلقة الاخيرة يقدروا يصنعوا شيء حتى يرجعوا هذه الطفلة، لكن تكون فرح تعلقت فيها جدا وصارت يعني بمثابة اختها، ورح يكون صعب جدا انه تفارقها. وهذه هي القصة على سبيستون. أما القصة الحقيقية فهي إنه فرح، بصراحة رح أخلي اسمها فرح لأنه ما أعرف اسمها بالياباني، تلاقي ميمي، لكن ميمي تكون بنتها اللي جاية من المستقبل، وتكون فرح طول المسلسل تحاول تدور على الشخص اللي رح تتزوجه، لكنها في كل مرة تفشل وما تعرف من هو زوجها. لكن في الحلقة الأخيرة قدروا يلاقوا طريقة حتى يرجعوا ميمي للمستقبل، وإحنا عرفنا من هو زوجها. طبعا إحنا عرفنا لكن فرح ما عرفت من هو زوجها، بس إحنا شفنا في الحلقة الأخيرة وعرفنا مين هو. يعني مدري كيف زبطت معهم كذا انهم يخلوها اختها. المهم انه احس انهم شوي جابوا العيد، لانه عشان ما نعرف انه ميمي بنتها وعشان ما تعرف مين هو ابو ميمي فخلوها شعرها بني. ويعني حرفيا بعد ما عرفنا انها بنتها كان الموضوع شوي غبي، لانه حرفيا هي ما تشبه فرح ولا باي شكل من الاشكال، فمدري كيف يعني.
وآخر شي راح نتكلم عن بعض التفاصيل البسيطة اللي انحذفت لكنها عادية جدا، يعني مثلا في البؤساء لما ماريوس تقدم لكوزيت. لكن بصراحة أحس إنه هذا الانمي أكثر انمي ما حرفت فيه سبيستون ولا إشي، يعني انمي جدا حلو جدا نظيف وما حرف فيه إن كان بالأحداث أو بالنقاشات أو بالحوار، لأنه حرفيا الانمي ما في أي إشي سيء ولا في نوع من المشاهد المو كويسة. ومثال ثاني في انمي داوي الشجاع، هذه البنت اللي شعرها وردي ما كانوا طالعوها اصلا يعني ابدا في اغنية البداية، يمكن لانه من زمان ما كان في لسة انهم يقدروا يغطوا مثلا الشخصية مثل ما صرنا نشوف بحلقات كونان المتقدمة، ويعني لما كانت تطلع بنت مثلا لابسة قصير او كذا خلاص يعني يحذفوها كلها من اصلها. المهم انه كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فلو حبيت المقطع لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة، ولو عندك كلام حابب تقوله تقدر تشاركنا فيه بالتعليقات.